لمناقشة الأزمة السياسية في لبنان وانعكاساتها على الاقتصاد المنهار في البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت وليد الأيوبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أستاذ وليد مرحبا بكم. التظاهرات متواصلة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كيف يمكن قراءة هذا الإصرار الشعبي على التظاهر أستاذ وليد؟ طبعا مساء الخير. نحن لابد لنا من وضع الحقيقة هذا الحراك يعني في إطاره الموضوعي. وإطاره الموضوعي الحقيقة يعني هو هذا التحول الحقيقة الجيوبوليتيك الإقليمي الذي هو يعني يشهد الحقيقة يعني توترا شديدا وتأزما شديدا على مستوى كل الإقليم، وطبعا لبنان هو يعني جزء من هذا الإقليم وجزء الحقيقة يعني يعاني من أزمة مركبة جدا، أزمة داخلية أيضا إضافة إلى بعدها الخارجي. يعني نحن في عنا في 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 لبنان عندنا أزمة هوية، وعندنا أزمة نظام سياسي، وعندنا أزمة أداء اقتصادي، وعندنا أزمة أخلاقية تتمثل بظاهرة الفساد، إضافة إلى هذا يعني هذا التداخل بين الإقليم وبين الداخل، يعني الذي يضفي على المشهد يعني هيك سوريالية سياسية الحقيقة، يعني وفرادة سياسية خاصة. أنا أقصد يعني طبعا الصراع بين المحور الأمريكي والمحور الإيراني، والذي يعني يشهد استقطابا شديدا يعني في على الساحة اللبنانية. لبنان هو الحراك الشعبي، الثورة، الانتفاضة، يعني هي بين فكي رحل الحقيقة، بين الشرق والغرب، بين إيران وأمريكا، وهي تحاول أن يعني تتلقى الصدمات وتحاول أن تمتص الصدمات وتحاول أن تتخذ المبادرة من بحيث انه يعني تخفف من ما امكن من الاعباء التي يتحملها المواطن، والتي اصبحت لا تطاق لانها وصلت حقيقه الى مستويات مخيفه جدا من التردي ومن التراجع ومن التفاقم. نعم. استاذ وليد، يعني قبل يومين تابعت شخصيا انا خطاب حسن نصر الله، قال فيه ان حكومه التكنوقراط، هكذا فهمته، ستفشل بعد عدة أسابيع أو ربما شهرين، هكذا قال، ولا بد من حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط. هذا تكريس واضح للمحاصصة الطائفية، ما مدى مقبولية هذا الطرح لدى الشارع اللبناني؟ والله الحقيقة يعني مش لدى الشارع اللبناني من منظور موضوعي، هذا يعني هذا الموقف الحقيقة موقف يعني غير واقعي، لأننا اختبرنا الطبقة السياسية طيلة 30 سنة، وأيضا اختبرناها يعني 30 سنة يعني سابقة، وهي يعني مسؤولة عن كل هذا الانهيار الذي نشهده اليوم. فكيف يمكن لنا أن نثق بهذه الطبقة السياسية، بهذه القوى السياسية؟ كيف يمكن لنا أن نمنحها الثقة من أجل إدارة شؤوننا وهي السبب في الأزمة؟ يعني لا يمكن أن تكون يعني هيك حكم ومثل يعني حكم وقاضي وحاكم في الوقت نفسه. إذا هذه المقاربة هذه مقاربة غير مجدية. المقاربة المجدية الوحيدة المتبقية أمامنا هي الحقيقة تتمثل بحكومة تكنوقراط، بالتأكيد حكومة تكنوقراط وطنية بعيدة عن المحاور، استقلالية. ما الذي يمنع أستاذ وليد، ما الذي يمنع من فتح مجال لحكومة وطنية تكنوقراط تخلص لبنان من هذه التجاذبات السياسية؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يعني الذي يمنع ذلك أننا نحن أنا يعني في يعني هي السياسة هي نقيض العلم، وبالتالي اليوم الحسابات السياسية تناقض الحسابات العلمية، واليوم نحن نشهد أزمة سياسية يعني كبير جدا على مستوى الإقليم والبلد، وبالتالي يخشى بأنه هذه الحكومة يخشى أن تتخذ قرارات يعني تتناقض مع مصالح القوى السياسية السائدة والمهيمنة على الساحة الوطنية، وهناك ملفات الحقيقة كبرى على الساحة اللبنانية الوطنية.
عندنا ملف النازحين السوريين، عندنا ملف اللاجئين الفلسطينيين، عندنا ملف ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني، مع عندنا ملفات لا حصر لها وجدا مهمة الحقيقة، ولكن نحن نعلم بأننا نحن أكثر حرصا من هؤلاء على مصلحة هذا الوطن، لأنهم لو كانوا حريصين على هذا الوطن لما فعلوا وصنعوا به وبمستقبله وما فعلوه وما يفعلونه اليوم، وما زالوا مصممين على فعله يبدو. دكتور، استمرار هذا الخضوع لحزب الله مع إيران وتبعيته لها إلى أي مدى سينعكس على لبنان أكثر ما لم يتراجع لحساب المصلحة الوطنية؟ يا سيدي، نحن أساسا بموضوعية، نحن نعيش في ظل أقليم ملتهب، وأيضا في ظل ترسيمات جيوسياسية أقليمية كلها مصطنعة صنع الاستعمار، ونحن لا نزال نعاني الحقيقة من وطأة هذا الاستعمار بشكل من الأشكال الحقيقة. ويعني أنا لا أريد أن أبرر ولا أريد أن أكون محامي دفاع عن أحد، ولكن الحقيقة يعني إنه هي لعنة الجغرافيا، يعني لعنة الجغرافيا. نحن في لبنان بجوارنا في عندنا الكيان الصهيوني المحتل، ولا أريد أن أسترسل بالشرح، كلنا نعلم كيف ومتى وإلى أين، وبالتالي يعني أي شيء يعني يركب بهذا الشكل المصطنع سوف ينتج عنه حالات سياسية أيضا شاذة، ونحن نعيش في إقليم شاذ وفي حالة سياسية شاذة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. إذا الحل لا حل، أنا لا أنا نحن لا حل، نحن نريد بالحد الأدنى من حزب الله، نريد منه أن يرفع يده السياسية عن الدولة، لا نريد أن يكون لا مطية ولا شمسية يعني لقوى سياسية تمعن في فسادها مستظلة بقوته وبهيمنته وبقوة سلاحه. نحن نريد فقط أن يرفع هذه اليد عن الدولة، وبذلك تصبح اللعبة السياسية لعبة أكثر عدالة أكثر انسيابية. اليوم حزب الله يعني هو معه حق النقد، يعني يرفض متى يريد ويكون له ما يريد، يقبل ما يريد ويكون له ما يريد، ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة سياسية غير طبيعية. نحن نريد أن نستمر في الصراع مع الكيان الصهيوني وضد الكيان الصهيوني، ولكن نحن لا يعني تحول الصراع ضد الكيان الصهيوني إلى صراع على الحصص في الدولة اللبنانية، وأصبحت الدولة اللبنانية مجالا حيويا يتقاتل عليه هذه القوى السياسية التي بعضها يستظل في حزب الله، والبعض الآخر يستظل في قوى أجنبية أيضا أخرى وأقليمية، ولكن لا حول ولا قوة لها إلا بالله، لأنه هذه القوى الأخرى هي ليست مسلحة ولا وليس لها يعني هذه القدرة على فرض مشيئة، بل هي تتلقى المشيئة وتتلقفها وكما قلنا تستسلم لها ولا قدرة لها على مقاومتها. من طرابلس الدكتور وليد الأيوبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لكم.